السلام عليكم. اليوم غادي ان شاء الله نقدم لكم واحد الدرس اللي هو هذا البوشواغ اللي كيدار على الثوب. هكا ها هو كما كتشوفوا هذا الرشاش ديال الزواقه هذه هي هنايا. انا ان شاء الله اليوم غادي نقدمها لكم غير بلون واحد، ومن بعد ان شاء الله غادي نقدمها لكم يعني غادي تكون هكا بالالوان. المهم هذه نقدروا نستعملوا هاد الماركه هذه ديال الثوب، ها هي كما كتشوفوا، ها هي هذه راه ديال الثوب، هذه ها هي راه مصوره فيها هنا واحد التيشر هنايا. يمكن لنا نستعملوا هذه اللي هي سيتا كولور، ها هي دي اللي هي كاينه اصلا متواجده بزاف، وكاينه هاد الاخرى هي ايديا، حيت هادي هي كاينه ديال الثوب وكاينه ديال الجوج، ولكن هادي هي ديال الثوب. هادي هنا اللي ما عندوش داك البانسو ديال البوشو يمكن له يستعمل غير هكا البونجا بحال ما هادي، حيت هي هادي هي تخدم. كنحاولو نهزو غير بشويه بحال هكا ونضربو شويه البونجا هكا باش ما نهزوهاش تكون عامره، حيت الا هزيناها عامره بزاف دائما ملي نديرو هكا نحاولو نضربو بحال هكا نخفوها شويه، كنبقاو هذا نحبسوه بحال هكا مزيان، يعني نحاولو نتحكمو فيه بيدينا ونبقاو غادي نتابعينو غير بشويه بحال هكا. هنا ما تهزوش الصباغه بزاف، حيت الا هزيتو بزاف غادي كلها غادي تخسر، يعني ما غاديش تبقى مزيانه.
انتما كما كتشوفوها دابا هذه يمكن نديروها بالالوان، يمكن نزوقوها نزيدو عليها العقاق ويمكن نتفنوا فيها عاود. من بعد غنبدا نقدم لكم كل مره ندير لكم شي حاجه بحال ما كان فيها باش هكا يعني باش كلكم تعرفوا وتشوفوا كيفاش. كنتمنى هذا الفيديو هذا يعجبكم وديروه معكم جيم وبارطاجيو الله يستر عليكم ودي صيفطوا لي التعليقات ديالكم وكنشكركم بزاف والسلام عليكم.